نهينا بالزيادة. ويتقدم كذلك المدرب الإيطالي الوطني أردوان بالهيمنة، كذلك أردوان الهيمنة، كذلك في صورة استعدادات عادية كفرقة احترافية. ربطشينا درنا استعدادات بأجواء عائلية واحترافية. بدينا 21 يوم في قنيطرة و10 أيام في والماس، رجعنا من والماس هنا تنوجدوا البطولة ديالنا. هذه المباراة وقيلة الخامسة ولا السادسة اللي تنوجدوا على أرض الواقع. لعبنا مع فروق ديال القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الأول، والكاكرة غادا في الطريق الصحيح. نتمنى الجمهور يكون قوي، ونتمنى نلقاو واحد جوج حراس مزيانين، واحد جوج دوزيلي ولا تخوازيلي بويلي باش نديروا لا ديفيرونس ان شاء الله، وغنكونوا موجودين في البطوله وغنطلعوا ان شاء الله. بدينا درنا واحد دو سومين هنا في قنيطره، ومن بعد مشينا لوالماس بوندون 10 جور. خدمنا في والماس، لعبنا دي ماتش اميكو، جينا بغيت نشوف اللاعبين تحت الضغط، بغيت ان كونتاكت مع البوبليك. الحمد لله هي المقابلات اليوم، باقي المقابلات حبيه جايين، وان شاء الله هذه يكون تربص اخر بمده زمنيه اقل من الاول، وباش ان شاء الله نكونوا على اتم استعداد للبدايه ديال الموسم. على اللاعبين صراحه عندي ان بون جروب، باش نكونوا واقعيين عندي ان بون جروب. خاصنا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي رونفور، مي جي ان بون جروب، عاجبني لو جروب من ناحيه الكرويه، من ناحيه الانسانيه اوسي اجتماعيه، سي تري امبورطون. لاحظنا اليوم لاحظنا فريق اللي باغي، فريق اللي كيتعاون، سي تري امبورطون.